على مهلك على مهلك. اهدى اهدى شوي، اهدى حبيبي، نفس. تمام حبيبي، هدي حالك، نفس، اهدى، على مهلك على مهلك على مهلك حبيبي. أنا شفتها شفتها، مو هيك؟ كانت حقيقة. أمي قلي لي شي، أنا ما جنيت ما؟ لا لا حبيبي ما جنيت، مزبوط، هي بتشبهها، حتى بتشبهها كتير، بس ما لها، هي هي ما لها ناس، ما لها ناس. كانت حقيقة حقيقة، شفتها كانت حقيقة. هاي البنت اللي شفتها هي حقيقية، ما كنت غلطان. اهدى حبيبي فرال. اه فرال. ما كانت خيال، يعطيك العافية، كيفك؟ ايه برو، اهلا وسهلا. اهلا فيك، انت جوعان شي؟ وعم تسألي؟ ايه رح موت من الجوع، بدي اكل. الله الله، شو عاملة ماما ملاك؟ والله شي بياخد العقل، شو هاد؟ والله اجوا بوقتهم. انا يلي عملت الاكل، مو ماما ملاك اللي عملته. عن جد؟ انت شاطرة بهيك شغلات؟ استحيت قلك انه ايدي الحلوين اللي عملوهن. يسلم ايديكي. انت شو عم تعملي هون؟ شو أخدي إجازة؟ ليش مو بالحفلة؟ شو بدي أقلك؟ أنا ما بحب الشغل بهيك أماكن، وتخانقت أنا والمدير، قلت له أنا ما فيني أقدم مشروب للناس، تعرف الوضع بهيك حالة بيكونوا الناس سكرانين وبيتحرشوا، وما رح ضل بهيك جو. شو المشكلة مع هزال هنيك؟ يعني المكان ما نوم لها ليلي، هي مجرد حفلة للناس الأكابر، فما في مشكلة. الله يسامحك على كل حال، هذا القرار بيخصني أنا. البيت حلو كتير، كانت هزال متضايقة شوي، بس أنا شايف البيت حلو، مو مثل ما قالت. ليش شو قالت هذا؟ أنا آسفة، كان نزلت لسان، بترجاك لا تخبر هذا، اتفقنا؟ طيب ماشي، ما رح خبرها، بس شو قالت؟ يعني قالت البيت قديم كتير، بس نحن لازم نكون قنوعين. بس ليك اوعك تخبر هزال باللي قلته. لا لا، بس هي اصرت نستاجر هذا البيت، فليش قالت هيك؟ والله ما بعرف ليش هيك قالت. طيب ماشي، على كل رح احكي معها، واذا ما عجبها البيت اكيد رح نستاجر بيت تاني. اوعك اوعك كنان، ترك القصه خلص، انا بحاكيها، بخاف اتعصب لاني قلت لك شو قالت. لا تقلا، اتفقنا؟ هزال كانت دائما تحلم انها تسكن ببيوت فخمه وبالفلل، ولما شافت هالبيت
الزواج صعب. وجعت لك راسك مو هيك؟ بعد 10 أيام رح تتزوج كنان، يعني رح تتجوزوا. الله يتممنا على خير إن شاء الله. برأيي إنك بتستاهل أحسن منها. أنت شو عم تقولي يا بنت؟ آه؟ أنا من طول عمري بحلم أني أرتبط بهزال، وهي البنت الوحيدة اللي حبيتها، ما في غيرها. عم تفهمي؟ يسلموا ايديكي على الأكل، شبعت ما عاد بدي. شو من وين طلعت انت يا؟ كيفك ابرو؟ طاير عقلي، ويمكن رح موت من الفرح، ولسه اكتر من هيك. كنت بدي اقلك شي. هلأ بكرة في شي احتفال بجشمة او شي من هاد؟ يمكن مهرجان الحب والصلة رح تعمل حفلة موسيقية. أنا اليوم مرقت قريب من بيتكم وسمعت صوت أغاني، يمكن صوت صلة، بظن إنك بتحبيها. فكرت إنه أنا وإنتي بركي نحضرها مع بعض، يعني إذا بدك. شو هالحكي أحمد؟ الظاهر فقدت عقلك مع رجلك كمان. قلي شو بدي روح ساوي أنا وياك بحفلة صلة؟ أهبل. دقيقة، تمنى بالأول، لازم يتمنى. الأمنية تبعي تحققت اليوم. بتروحي على المطبخ وما بتتحركي لحتى تنتهي الحفلة؟ ما فهمت ليش؟ أنا ما عم قلك لحتى تفهمي، بسرعة يلا روحي تحركي. تمام، وهلأ صار وقت الجاتو والهدايا كمان. إذا حطيت دهان أكتر ما بينشف بخمس سنين. أنت سمعت شو قلت لك؟ التهي بشغلك. لك شو صار لك كل شوي بتقلي التهيب شغلك؟ شو مشكلتك؟ اه؟ اخي اهدى وتعال نحكي. شو القصة؟ كل هاد لاني رح اتجوز؟ شو دخل هاي القصة؟ انت رح تتجوز ورح تعمر بيتك، شو دخلني؟ طيب وانت كمان تجوز؟ ايه قلتلي تجوز، البنات واقفين على الدور مو هيك؟ ايه كمان انت ما بتطلع من البيت ولا بتروح لمكان، وإذا طلعت ما بتروح غير على القهوة، مزبوط؟ شو يعني أنت عم تتمسخر علي يا ولد؟ مين بده يروح معي وأنا بهالحالة؟ وإذا رحت لحتى أشتغل ما حدا بيقبلني بسبب رجلي، وإذا حبيت بنت ما رح تطلع علي. حاجة تحكي مشان الله. كون أذنبت إذا بدي أتجوز؟ لا ابني، هالذنب مضى عليه زمن طويل، يعني اليوم اللي سرقت مني حياتي. لا تخليني أحكي أكتر واتركني بحالي.
كانت ليلى ما رح انساها طول عمري. بس انت شفت لي هاي الجرسونة اللي بتشبه مرته لأخي؟ هاي كانت مفاجأة السهرة. يلا امشوا، تعبنا اليوم. روحوا انتو بلحقكن. اه بترجاك، نحن الكل منعرف منيح ليش بدك تضل هون. بلاها. بلاها شو أمي؟ لا تقرب من هالبنت، هي مو ناز، ما رح اسمح ترجع من محل ما بلشت لأنها بتشبهها. بس أمي ما رح أرجع، رح أبدأ من الأول. ابني بترجاك. يا أمي أنت كان في إحساس جواتك، وهذا الإحساس تحقق اليوم. أنا بهالليلة ولدت من جديد ورح أتنفس مرة تانية، لهيك رح ساوي يلي بدي إياه ولو لليلة واحدة بس. تركيني أعيش لمرة. تعي يلا. من وين طلعت لنا هالبنت؟ اي نعم، هي بتشبهها كتير، وهذا الشي عن جد خطير وبيخوف. يعني تخيل أخوك يتعلق فيها. لأحسن ما أتخيل، كل جهدي وخططي رح يروحوا بالهوى، لأنه أخي كان ينفعني أكثر وهو مجنون، وإذا هلأ تحسن رح أخسر كل شيء. طيب طيب اهدى شوي، رح نحل القصة. عيد ميلاد سعيد. بتشكرك. عم يقول سيد فورال انه انا فورال. تشرفنا استاذ. وانتي شو اسمك؟ مالك اسم؟ انا هازال. هازال، تفضل. شكرا لك. على شو؟ على كل شيء. يا شباب الباص رح يمشي فورا، هازال ونازلي وامري رح يبقوا هون والبقية حيروحوا. انا اسفة كتير سيد طارق، فيني روح معهم بالباص؟ مو انت بتعرف بيتي بعيد كتير. رح تضلي لانه اخدتي اذن الصبح. طيب في سيارة تانية حتجي معه؟ ايه طبعا. لو ما أصريت في هداك اليوم أنا وعم قلك خلينا نطلع سوا ونروح عالصيد، ما كنت رح تفقد رجلك وما كنت وصلت لهالحالة. أنا كل يوم بحياتي عم عيشه معتقني بالضمير يا أخي، وأكيد ما فيني أعوضك عن أي شيء. وهلأ رح أتجوز، بس يا ترى بحق لي؟ والله ما بعرف إذا بحق لي، بس في شي واحد بعرفه يا أخي، إنه أنا وأنت ما رح نبعد عن بعض. خليك متأكد، قصدي حتى لو رحت وسكنت بعيد عنك شارعين أو بغير بلد أو حتى بآخر العالم فما رح فارقك. أنت يا أخي. هازال؟ ما في سيارة تانية لهون. شو يعني ما في سيارة؟ المدير قال لي. قال ما قدر يأمن. تعالي نامي عندي وبكرة منروح عالشغل. لا ما بقدر، أبي رح يعصب، رح قل له يجي لياخدني. طيب لكن تصبحي على خير. تصبحوا على خير. يا الله. رد بابا رد، يلا بابا.
شو نسيوكي هون؟ ايه تقريبا اتصلت بأبي هلأ بيرد رح يجي وياخدني. لك ليش ما عم يرد؟ طيب أنا بوصلك إذا بدك. لا يسلموا أنا بلاقي طريقة وبروح. يسلموا إيديك. لوين بدك تروحي؟ على إلدر. طيب اركبي لكن. بتشكرك كتير أنا بدبر حالي لا تاكل هم. بس أبوك حيطول ليوصل من إلدر لهون وما عاد صفي حدا. شو بدك تعملي لحالك؟ يعني السيارة فاضية ما رح تعذب. بنصحك ما تضلي هون. الوقت تأخر كتير وما رح تلاقي تكاسي بهذا الوقت. فما ضل غير تروحي على رجليكي. وانت كتير تعبتي معنا اليوم وما رح تقدري. يلا تعالي. عايشة مع عائلتك ولا لحالك؟ قلتي رح اتصل بأبي مو؟ ايه صح. قال انت بتشتغلي بأوتيلنا. صحيح. على أي سؤال بتقولي ايه؟ اسألك أسئلة وتقولي لا؟ لا تواخذني بس أنا كتير خجلانة لأنك رح تعذب حالك وتوصلني على البيت. أنا مبسوط ما في مشكلة بنوم. هلا أماكن كتير حلوة. ايه حلوة هادية ومريحة. الأحسن تنزلني هون. يسلموا. بيتك بهذا الشارع؟ ايه الشارع الثاني بس لا تتعب حالك أنا رح أنزل هون. طيب إذا ما كان في عندك مانع فخليني وصلك على بيتك أحسن يعني. طيب. شكراً كتير إلك تعبتك معي. لا لا ما في أي تعب. صحيح الطريق كان قصير بس أنا انبسطت كتير برفقتك. بتشكرك. تصبحي على خير. هزال بابا خلصنا متأخرين والسيد فورال وصلني. فورال ديمير أغلو. ديمير أغلو؟ أهلين سيد فورال. أنا بعرف عائلة ديمير أغلو منيح. أنت ما بتعرفني كنت صغير لما اشتغلت أنا مع أبوك السيد طارق. إله فضل علي. بنتي ساوي قهوة للسيد فورال. سيد فورال تفضل اشرب عنا قهوة. شكرا لا تعبوا حالكم بيجي بوقت تاني. ما رح بلا تفضل بيكون أحسن. ما بيصير. شكرا لك. يسلم يا رجل. لا لا تصبحي على خير. تلاقي الخير. هزال مين هاد؟ السيد فورال صاحب الأوتيل اللي منشتغل فيه. ليش لحتى يوصلك على البيت؟ راح من دون ما نضيفه شي. يا ريتك أصريتي عليه بنتي. بابا انتو فوتوا على البيت أنا شوي وبلحقكن. بابا هلأ بيجي. مين هاد؟ شو صفته لحتى عم يوصلك على البيت؟ اهدى شو صار؟ عم بسألك مين هاد؟ مين هو وليش لحتى يوصلك على البيت؟ خلصت الحفلة متأخرة وما كان في سيارة. وليش ما اتصلتي فيني؟ وليش ما اتصلتي بأبوك؟ كتير صعبة يعني؟ اتصلت بأبي ولما اجيت اتصل فيك خلص شحن الموبايل والسيد فورال أصر انه يوصلني وما قدرت ارفض. شو يعني ما قدرتي ترفضي؟ والله ما قدرت كنان الزلمة صاحب شغلي. لك شو انتي الظاهر بدك ياني جن؟ صاحب الشغل بالشغل مو هون. بعرف بس قلتلك شو صار. راح علي الباص ودورت وما لقيت تكاسي لأنه الوقت متأخر. كنت مضطرة وحرام الزلمة نيته صافية. لا أنا ما بعرف شي اسمه نيته صافي. الليلي هذا ما عنده شوفير؟ أه ليش ما بعت شوفيره يوصلك لو كانت نيته صافية؟ ليش إجا هو بنفسه ليوصلك على باب البيت؟ أقسم بالله لو وصلت قبل شوي لكن طلعت عيونه. بس مو هو الغلطان. أنت كيف بتركبي بسيارة واحد غريب؟ الليلي لشوف. أه طبعا سيارة حلوة ليش لا تمانعي؟
لا تحكي كلامي بيجرح. كلامي بيجرح ما؟ رجال غني عم يوصل البنت اللي رح اتجوزها وبدك ياني ضل ساكت، لكيف بدي اسكت؟ فهميني هزال، ما تحكي. حبيبي والله القصة مو مثل ما مفكر، السيد فورال كان محترم كتير. قلتي لي محترم لكان، ايه ماشي هزال. طيب كنان استنى. تركيني كنان. ما رضي يسمعني امي، كأني انا كنت حابة اركب معه بالسيارة، بس انا اضطريت اركب. يلي عمله كنان قليل، حمدي الله يلي ما زدت الخاتم. ايه برو لا تبالغي، القصة ما بدها هالقد. مزبوط معه حق يغار، بس هو بيعرفها لهازال. بنتي ما لها غلطانة. كنان لازم يفهم الموضوع. بيفهم بيفهم، هو بيحبك كتير ورح يتفهمك. يا عيني، شاب من عيلة ديمير أغلو إجا بذات نفسه لعنا. يا سيدي هلأ اتأكدت إنه كل شي ممكن يصير. أمه الست جنان كانت حضرانة بالحفلة كمان؟ ايه. صدقيني لو كنت بعرف كنت اجيت واخدتك انا من هنيك، وكنت فرجيتهم حالي. من سنين طويلة ما اجوا على الفندق، يا ترى ليش ليجوا هلأ؟ على كلن بركي منلتقي معهم مرة تانية. وشو بدك تعمل لما تقابلهم؟ رح احكي، اكيد حذكرهم بحالي، بلكي بشتغل معهم مرة تانية. انت ما خلص حبك لهالعيلة ابدا؟ ما خلص؟ هدول غير يا ملك غير شكل، يعني اذا فتنا بيناتهم وحطينا رجلنا بالشغل تبعهم رح تجي الرزقة. اخ يعني لو ما مات السيد طارق كنتوا ما شفتوني هون، كنت عيشتكن احلى عيشة. احلام. يا الله خلص بقى لا تقولي هيك، اذا الانسان بده يعمل شي بيعمله. ليكي شو صار بعد سنين، وريز ديمير اوغلو اجا على باب بيتنا. والله ما كنت مصدق شوفه بمنامي. أنا رح نام، تصبحوا على خير. وانتي من أهله بنتي؟ بنتي إذا رجعت إجت الست جنان اتصلي فيني فورا. بحاول. لا تقولي بحاول، رح تتصلي، ما رح ضيع هالفرصة. بابا. بنتي انت كبرتي وصرتي دكتورة. ما صرت لسه عم ادرس. انا ما بفهم هالحكي، بالنسبة الي صرتي. مبروك يا معلم. اهلا وسهلا. شكرا حافظ، شكرا. مبروك أخي. شكراً لك أخي، شكراً. إيه أكيم هون؟ كان بده يجي بس الامتحانات ما خلصت بألمانيا، حيجي آخر الأسبوع. يلا على البيت. يلا بابا، أختي ساوت أكلات طيبة كتير. لا بدي روح على الفندق اللي بجشمة، رح ضل هنيك كم يوم وبعدين برجع اسطنبول. بابا بترجاك. قلتلك رح روح لهنيك بنتي، خلصنا. أنا رح أجي معك. صباح الخير. شوفي. صباح الخير. صباح النور. مبارح بالليل شو يلي صار؟ كنتوا متوترين كتير كأنه. لا تحطي بالك، نحن رح نحل القصة، أنت لا تاكلي همنا، شغلة بسيطة كتير. بس ليك أنا شايفة إنه معك حق هالمرة، هذا الشيء ما بيصير.
أنا خانقت هزال وقلت لها أنه اللي عملته مبارح غلط. طيب ماشي، هو صاحب الشغل بعرف هالشي، بس هاد ما بيبرر لك أنك تركبي بسيارة رجال غريب ويوصلك كمان على بيتك بآخر هالليل. لا هيك كتير بقى، بعدين نحن ما بنعرف مين هدول الناس. هدول مستحيل بحياتهم يعملوا شغلة منيحة إلا ما ياخدوا مقابلة، يعني دائما بيلحقوا مصلحتهم. ليش عم تحكي بهالطريقة؟ لك هي هزال يعني أختك، الشوفير مو موجود والزلمة حاب يخدمها، هي هي كل القصة. لا بقى تحكي فيها، ما في داعي تتعبي حالك، نحن منحل القصة بيناتنا اليوم. تعبتي مو هيك بنتي؟ هزال؟ هزال؟ شبه هذا على مين عم ينادي؟ إيه؟ شو عم يصير؟ افتح الباب معلم، افتح، يلا افتح افتح. يعطيك العافية، بعتذر منكم، سامحوني يا جماعة ما رح نطول عليكم. تعالي تعالي حبيبتي، كمل معلم كمل، يلا شو يلي عم يصير؟ يلا لا تأخر الركاب، كمل طريقك يلا. ولك انت شو عم تعمل؟ ما فهمت شو يعني شو عم بعمل؟ لما شفتك امبارح مع رجال غريب جنيت. لك حبيبتي انا معي حق عصب، يعني اي حدا بمكاني كان عمل هيك واكتر. ما قلت ليش عصبت، بس انت جرحتني كتير باللي قلته، معقول ما بتوثق فيي ابدا؟ الموضوع ما له علاقة بالثقة. شو له علاقة لكان؟ بتعصب وبتصرخ وبتخانق وبتعيط وبتجرحني بالكلام. أنا بغار يا بنت، عم تفهمي؟ أنا بغار على البنت اللي بحبها، شو؟ عندك مانع؟ لا، بس بدي تعرف إنه أنا ما بطلع على حدا غيرك، وقلبي ما بدق لحدا غيرك، أنت كل دنيتي، حط هالشي براسك. إيه موافق، حطه جوات راسي لسميك. طيب. طيب. إيه. شو إيه؟ تعرفي هي أول خناقة جدية بيناتنا، سجليها بذكرياتك. وإنت السبب. أنا السبب؟ طبعاً ما في شي بيصير بهالدنيا إلا أنا سببه. والله باين عليك بتحبني. كيف عرفتي؟ مبين علي؟ بتمنى ما تجرحني مرة تانية، هذا النوع من الخناق ما له حلو. إيه معك حق، مو حلو بالمرة. بعدين بتعرفيني أنا حدا رايق وما بيحب الخناق أبداً، بس هيك صار. ليك اسمعيني، هذا الرجال مديرك أو صاحب الشغل إذا حاول يزعجك أو حكاكي أي شي بتجي لعندي فورا، بتتركي كل شي وراكي وبتجي لعندي، اتفقنا؟ اتفقنا. تمام. طيب تعي لشوف. إذا ما كان عندك شي عن فورال فلا تحكي بنوب. عن عزيز تبراك. شو بو عزيز؟ طلع من السجن اليوم. يلعن الحالة، هذا اللي كان ناقص. ناز راحت وتركت لنا وراها مصيبة أكبر. ليش يا ربي ليش؟ لك جنكي صرت منبهك على قصة ألف مرة، بعد هداك المكان بتبلش الحدود اليونانية، ما عم تفهم، نبهتك كتير. كيف بدي أعرف يا أخي؟ بترجاك ساعدني شوي، إذا عرف أبي إنه الشبك ضاع هنيك ما عاد يعطيني القارب. طيب حاجة تندوب رح حلها، خلص أنا رح حل القصة. طيب أخي يلا نمشي. لوين لوين؟ رجع أنت، رجع رجع، ما رح تروح معي، بدي روح لحالي يلا، لأنه بأي لحظة ممكن يجي خفر السواحل اليوناني ويوقفونا، رح تصير معنا مشكلة كبيرة. كيف رح تشرح القصة لأبوك؟ يلا أخي طلعت، زدت الحبال.
الظاهر انك قضيت ليلة غير شكل، مو هيك؟ كأنك كنت مع البنت يلي بتشبه مرتك. هدول الرخاص بيكونوا ظراف بأول مرة، هيك بظن، بس يمكن مع الوقت بيصيروا مزعجين. اتركني وروح من هون. شو عم تقول؟ لما بتحكي مرة تانية عن هازال تنتبه على حالك منيح شو عم تحكي. هذا أول وآخر تحذير لإلك، وهلأ يا ريت تتركني وتمشي. قديش بتشبهيها للناس. أهلا وسهلا فيكي مرة تانية. بدي عصير بردقان مع شوية فودكا. أها هزال، صار معك شي مشاكل مبارح؟ أبوكي كان باين عليه متوتر. لا ما صار مشاكل والأمور كانت تمام. ايه منيح لكن ما بدي يصير معك أي مشكلة بسببي، ولا تنزعجي. حأرجع على الشغل. بتشكرك. لك ايش شو شميت وريحتي يعني؟ لازم اهرب من هون. واقف القارب ولا تتحرك. روقوا يا شباب، في سوء تفاهم، انا اسف، لا تواخذوني. سحبت الشبك وتركت السمك وانا رايح. تمام، سلم نفسك ولا تحكي. يا أخي نحن عايشين من وراء القارب، بترجاكم اتركوني. بعدين نحن أصدقاء وجيران مع بعضنا، رجاء خلونا نحلها. طيب خلص خلص، على مهلك. يعني شو فيها إذا تركتوني روح؟ سامحوني غلطت بحقكم. شو خير، عم تستنوا حدا؟ أهلا وسهلا سيد عزيز. أهلا وسهلا فيك. شكرا شكرا. مرحبا. أهلا شرفتني يا شباب. أهلين. شكرا معلمي. الرجال تبعنا جهزوا لك القعدة على المسبح. طيب منروح لك. تفضل. إذا عندك مشكلة مع هازال فما بدي اسمع شي بنوب. لا عزيز، توبراك طلع اليوم من السجن. عزيز إذا في عنده ذرة عقل ما بيورجيني وشه أبدا، لأنه ساعتها رح يخسر كتير. سهل كتير إنه عزيز يلاقي كون ويوصل لك، ولهيك بترجاك رجع على اسطنبول وبلا ما تواجهه. طالما هازال هون فأنا ما رح أرجع على اسطنبول. وما في داعي تقلقي مشان عزيز، لأنه أنا بعرف كتير منيح شو بدي حاكيه وساوي معه لما واجهه. وثقي فيني. Do you speak English؟ هو أنا تركي، أنا تركي. Translate what I am saying. You fished in our sea. كنت تصطاد في بحرنا. أنا صدقوني ما كنت عم صيد ببحركم. كم مرة لازم إلكن وحياة الله ما عملت هيك شيء أبدا. Looks like he's lying. يا الله، لك يا سيادة الضابط بوس إيديك افهمني، بترجاك تطالعني، أنا ما كنت عم بصطاد. Take him to jail now. سوف نأخذك إلى السجن.
سيدي أي سجن هذا؟ ليش شو اللي عملته أنا؟ بحلف لكم أني ما كنت عم صيب البحر. Take it now. تعال. لك يا أخي أنت ليش هيك معصب؟ ليش ما عم تفهمني؟ والله القصة ما بدك إلا هالقد، والله ما كنت عم صيب بالبحر تبعكم. يا أخي اسمعني، أنت بتعرف تحكي تركي، بترجاك تساعدني، ترجم له كلامي شو بتخسر يعني؟ نحن كنا ميتين ومانا دريانين. يلا احكي. ليش اجيت لهون؟ الاوتيل الي. بابا بترجاك، انت بتعرف انه فورال هون. في شي اخبار عن هذا الحقير؟ شو عم يعمل؟ مبين انه عايش حياته. لنشوف، ما عندي مشكلة يعيش، بس هذا الحقير عم يضايقني لأنه عايش. رح نبلش من جديد، ما رح تترك هالقصة. بدك ترجع مثل ما كنت؟ شو أعمل إيجا؟ أختي لهلأ مبينة، ويمكن ماتت، ويمكن هداك الكلب قتلها. بدنا نقعد ونسكت؟ فورال الوحيد اللي بيعرف وين مكانها، إذا أنت أذيته فما عاد تلاقيها، وبهالطريقة ما حد سامح حالك طول عمرك. هاي كوستاس. شفتك ابني، شفتك يورغو. بترجاك ترجم لهم كلامي كوستاس، ما عم بقدر اشرح لهم. بدي تروح وتخبر القنصلية التركية. شو عم يصير؟ هيا دفعت لك الكفالة. انت ما في منك، الله يسلم ايديك، بتشكرك. الصيادين خبروني القصة، قالوا لي اعتقلوا صياد تركي. عن جد مالي عرفان كيف اتشكرك، لولاك ما كانوا تركوني اطلع. رجع لك الدينة لما أرجع. ما في دينة ولا شيء. لا لا ما رح أرضى، لازم رجعه. بس يا ريت إذا بتقدر تشوف لنا موضوع القارب وقصة الشبك تبع محمود. لا هذا شيء صعب، أخذوهم لحتى يبيعوهم بالمزاد. شو عم تقول عمي؟ شو أخذوهم؟ ليش عملوا هيك؟ هلا بنحاول نعرف إمتى المزاد، لأنه هن ما بيحكوا. يلا امشي، رح طلعك من هون قبل ما يسجنوك مرة تانية. يلا يلا. تعال سنان، كنت حاطلبك مشان موضوع صلاحية التوقيع. ايه تذكرت. المحامين والكل هون، يعني ما في داعي تسافر على اسطنبول لحتى توقع، فينا نحل القصة بسرعة. انا كنت بدي اقولك اني ما رح اتنازل، فكمل شغلك مثل ما كان قبل، انا رح ضل مستلم بهاي الفترة. ما في مشكلة مو هيك؟ لا لا، اذا ما في مشكلة حروح. لا روح روح، ما في مشكلة بنوب. لك الله يلعن هالحالة، ما استفدنا شي من الجاي لهون. اهدى شوي حبيبي، شو صار؟ أخي ما رح يعطيني الصلاحيات، بده ياني ضل طول عمري لاحقه. كل هاد بسبب البنت. ولك الله يلعن هالبنت ويلعن أخي، منين طلعت لنا هالقصة هاي؟ أنا ما عاد فيني أرجع مثل ما كنت، عم تفهمي؟ دفنا، تعي نسافر برا البلد ونترك كل شيء. شو عم تحكي سنان؟ انت في إلك حصة بالأملاك مثل أخوك ما قالوا حصة. والمبلغ يلي خسرته من الإقمار مبلغ كبير، كيف بتخسر هالملايين انت؟ شو سنان؟ سنان اعتبريه مات. لازم اسحب مصاري من الشركة قبل ما حدا يعرف. انت بتعرف انه ما فيك تسحب هالمبلغ كله مو هيك؟ ححل الموضوع.
إذا رجعت الأمور مثل ما كانت من قبل معناها ما رح تاخد مصاري بنوب. إيه وشو لازم أعمل هلأ؟ شو أعمل؟ أنت حتطلعون بجهدك. شو أنا ناقص مسخرتك هلأ دفنا؟ لا ما عم بتمسخر، رح تقبل بالعرض اللي عرضوا عليك جنيد. قصدك جزيرة ساكيز؟ اي نعم، رح تقدر تعمل كل شي باللي حتكسبه وبتكسب قلب امك. الافضل انك تضل وتحارب احسن ما تهرب. حبيبي فكر منيح واقبال بهالشغل. ما بعرف، انا ما بقدر دفناه، ماني متعود. بدك تتعود، لازم اول تجرب تشوف الشغل وتحاول تنجح فيه وبتقدر، بعدين خد قرارك. ماشي؟ في قارب حينقل مخدرات على جزيرة ساكيز. شو عم تمزح معي ابني؟ شو مفكر حننقل لاجئين؟ خبرتك لأنه أنت على أساس بدك تشتغل معنا. لا تعصب، هي كلمة حكيناها، بس ما كنت عارفان أنه الشغل فيه مخاطرة هيك. لا مخاطرة ولا شيء، الشغل كتير مضمون وما في مشكلة، المخاطرة هون كتير قليلة، كل شغل وفي مخاطرة. قلت لي قليلة؟ ايه حبيبي، انت بتعرف انه هالشي اسمه جريمة دولية؟ ايه بعرف، لكن شو انت عكرت لي مزاجي بكلامك. معقول خايف ولسه ما بلشنا شغل؟ ما رح كمل حكي ما لك. في داعي تعصب، بس صدقني الموضوع مو سهل. عم تقول تهريب مخدرات، ما بدك استغرب؟ على كل حال لسه ما جهز كل شي، بس من هلأ ليجهز كل شي فكر إذا بدك تشتغل أو لا. فكر منيح. موافق، بس أنا بدي سوق القارب. هذا شغلك وما رح تتدخل بشي بالمرة. شايفتك مستعجل عن نقلي ولسه ما جبنا ولا غرض للبيت. حبيبي رح ناخد قياس الستاير اليوم وجلايل المطبخ، ولسه بدنا نجدد بلاط الحمام. بلش حديث الزواج، حروح البيت. خير؟ ليش اتضايقت؟ اليوم صارت معي مشكلة. شو صار؟ بتعرفي رفيقي جنكيز؟ زدت الشبك بالمي اليونانية وجات رجاني رجع له الشبك مشان ما يتخانق مع أبوه، وأنا رحت وإجا خفر السواحل وأخذ لي القارب والشبك وكل شي كمان. عم تمزح؟ وما بتقدر ترجعهم مرة تانية؟ قالوا انه رح يبيعوهم بالمزاد، رح ندفع وناخدهم. كيف يعني حنشتري الاغراض اللي هن ملكنا؟ ما في حل تاني. وفي معك مصاري؟ ما معي غير المصاري اللي كنا بدنا نشتري فيهم الاغراض، وهدول ما بيكفوا كمان. بنبيع الخاتمين؟ لا ما بيصير، خلاص أنا رح لاقي حل تاني، رح نعيش من ورا هالقارب. بسيطة لا تقلقي، أنا بحل الموضوع والله رح يعيننا. أنا جوعان من يومين ما أكلت، تعالي خلينا ناكل. يا سيد يا سيد، إذا بتريد. كأنك تأخرت لأجيت،
اليوم رح ننهي الموضوع اللي بيناتنا فورال، ورح تخبرني شو اللي عملته لأختي، ورح تحكي لي شو صار مع ناز. أنا خبرتك إني ما عملت شيء أبدا، هي اللي راحت وانت شفت التسجيلات. ناز تركتنا كلياتنا. لا تكذب ولا حقير، شو عملت بأختي؟ كأنه عم يعذبك ضميرك عليها مو هيك؟ وعم تتذكر كيف كنت ترفض زواجها مني، انت يلي خليت اختك تهرب وطالعتها من حياتنا وتركتها حتى الوحوش تاكلها. ليك وين ناز هلا؟ ما لها اثر، ما اتصلت فيك ولا مره واحده مو هيك؟ انا رح اقاتلك يا حقير، ولك اللي بيهرب اكيد بيترك اثر. اختي مفقوده ما لها اثر بنوب، وينها؟ بس انا بعرف مين اللي عمل هيك، اكيد انت. ها، ما خليتها تتركك وتروح، غرورك ما سمح لك، ولهيك قتلتها يا حقير. أنا ما عملت لها شيء أبدا، هي رفضتني وأنا بس قلت لها لا تروحي. أنت قتلتها حتى ما تروح، ها؟ ولك أنت مفكر أنه أنا لساتني عايش بعد ما تركتني ناز؟ ما عاد في شي بيهمني بهالدنيا، أنا ما كان فيني أذيها لناز، اقتلني إذا ما أناك مصدق، لأنه عيشتي من دونها أسوأ من الموت. يلا أوصني وريحني. رح موتك يا حقير. يلا أوص أوص. وقف، رجع المسدس. شو عم تستنى؟ عزيز لا تعملها. ترك ابني، يلا نزل المسدس. بترجاك لا تقتله، فورال الوحيد اللي بيعرف وين مكانها، إذا أنت أذيته فما عاد تلاقيها، وبهالطريقة ما حد سامع حالك طول عمرك. بترجاك رح يجي يوم وتحكي فورال، أنا متأكد إنه رح يجي يوم وتحكي كل شيء. اطلع من هون، يلا روح. رح نلتقى عن قريب. أنت منيح؟ ها؟ إيه منيح أمي، أنا كتير منيح وأنت كمان، لأنه عزيز ما بيقدر يقتلني. ليش كل مرة بيصير معي هيك؟ شو هالحظ هاد؟ حبيتها مثل المجانين، وأبوه عقد لي الأمور، ولما أجينا لنتجوز اليونانيين صادروا لي القارب. معقولة؟ ليش هيك بيصير معي دائما؟ وأخي التاني مثل المجنون، ما في حدا غيري بهالعالم، كل المصايب بتوقع فوق راسي. شو بدي لحق لحتى لحق يعني؟ هزال أنا آسف، بس بتعرفي أنا كتير معصب مشان القارب، يعني في عندك مشاكل كتير وما فيني ساعدك بنوب، وما فيني شوفك زعلان. لا تبكي يا روحي، لا تبكي. ليكي أنا بس عصبت شوي لهيك طلع جناني وطلعت اللي جواتي، انت بتعرفيني. بترجاكي لا تبكي. كنان
لازم تكون قوي لحتى أنا كمان كون قوية مثلك. صدقيني أنا قوي كتير، ولو الدنيا كلها وقفت ضدي ما بتأثر طالما أنت معي. احترقت. ناز لا تروحي. ما في حدا هون. ناز لا تروحي. ناز بعد عني. ما في حدا هون. ناز أنا بوعدك صدقيني رح كون منيح معك وما عاد أذيكي أبدا. خلاص لا تروحي. دائما بتعيد نفس الحكي بكفي. لا تروحي ناز. شو عم تعمل؟ رح أغرق. لا تروحي، ما فيني أعيش من دونك ناز. بعد عني اتركني. عم قلك لا تروحي، ما فيني أعيش من دونك. ما عم تفهميني. فورال اتركني. لا تتركيني، لا تتركيني، لا تروحي. أنا رح كون منيح بوعدك ناس، ما رح خليك تتركيني. خليكي. ناس ناس انت منيحة؟ ناس 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 هاي المرة رح تكون غير. الله بعت لي هزال وما رح ضيعها من ايدي. رح نرقص بالعرس على هاي الغنية. شو؟ أنو رقصة عرس هاي؟ تركيني بحالي. أنت رقصي لحالك ولا تدخليني، أنا مو تبع هالشغلات. أنت بتعرفيني كتير منيح. ما بصير كنان، لازم نرقص بعرسنا. لك أنا ورقص، أنا ما بعرف أرقص، والله لبهدل كل العرس. يعني أنت رقصي لحالك ولا تحرجيني، ما في داعي لكل هالبهدلة، ما هيك؟ أنا ما بعرف أرقص. طيب أنا بعلمك، تعلمت رقصات وحعلمك إياها. أه ولك صدقيني ما رح تستفيدي شي من تعليمي. يلا. أنا بحياتي ما رقصت. قلت لك رح أعلمك، يلا تعا، حط إيدك على خصري. هي سهلة، بحط إيدي على خصرك، شو المشكلة؟ ومد إيدك هيك. مو هيك حبيبي، يعني لا تقسيها كتير، لازم تكون لطيف ومرن معي. قرب علي، امسكني من خصري وقربني لعندك. طيب هاي مسكتك من خصرك وقربتك، شو كمان؟ وهلأ بننتقل ايه؟ على الرجلين. شو يعني؟ بدك ترقص برجليك كنان. هاي لهون. قربهم لقدام ولورا. طيب ماشي منجري. يلا تحرك شوي. يلا dağlar denizlerin geldi sevene bu şarkı kalbimin tek sahibine ömürlük yarime gönül eşime bahar sensin bana gülüşün cennet melekler nur saçmış aşkın yüzüne Çok şükür bin
şükür seni bana verene. Yazmasın tek günümü sensiz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir. Ne dağlar, denizler engeldi sevene. Bu şarkı kalbimin tek sahibine. وينها هزال؟ ليش صار لها كم يوم ما اجت على الشغل؟ رح تتزوج عن قريب واخذ اجازه. شو يلي عم تحكي؟ زواج شو هاد؟ ما فهمت، ليش وين المشكله؟ انت بتعرف شي عن هالقصه؟ خبيت عني عن قصد؟ لا استاذ ما بعرف الموضوع. سيد فورال، انت وهزال، يعني انت واختي، في شي بيناتكن؟ يلا روحي من وشي. روحي عم قلك. بدك هزال مو؟ شو قصدك؟ بعتقد اللي عم قوله واضح. انت بدك هزال؟ اذا بدك اياها عن جد انا فيني ساعدك لتاخدها. كيف يعني؟ انت ليش بدك تعملي هيك؟ مشان الحب. ما جاوبتني على سؤالي. بدك اياها لهزال؟ ولا بدك اياها تروح؟ ما في اخبار؟ لا، عم بستنى. لوين رايحه؟ اتصلوا فيني من الاوتيل. أنا إجازة بس إبرو قال إنه في شي مستعجل. طيب ماشي، بس بتتصلي فيني ها، تمام؟ طيب. كينان، خد هدول. شو هدول؟ مالن كتار، بس أمي كانت مخبية شوية مصاري، خدن رح يساعدوك. شو هالحكي هزال؟ ما رح أخدهم. حياتي لا تعارض، خود نحن منرجعهم سوا. يلا لا تعاند، خدهم، نحن لازم نرجع القارب. ما فيني، ما بقدر، مستحيل. إذا كفوا المصاري اللي معي بيكون منيح، وإذا ما مشي الحال رح أقول نصيبي. بعدين العم محمود عطاني مصاري حق الشبك، والمصاري اللي معي بيكفوا للقارب إن شاء الله. ما رح أخدهم. هذا كوستاس؟ ألو. نعم. ايه طيب لكان بشوفك بالمرفق. يسلموا أخي، مع السلامة. قال المزاد رح يبلش بعد ساعة. يلا رح أخذك على جشمة. كنان، إذا ما رجعت القارب فما في داعي تزعل، رح تلاقي شغل غيره. ما بدي اياك تزعل ابنه. هزال، طالما نحن سوا وانتي واقفة جنبي، ما في شي بالدنيا هي كلياتها بيقدر يزعلني. أبدا أبدا.
أنا تأخرت،